السلام عليكم قناة شوف تي في. انا يا راجل ديالي كان مات في 2017 بحادثة سير مجهولة. واحد السيد كان كيشتغل معاه، عنده فران، عطاه موتور خاسر، ما عنده لا فريل لا لاسورانس لا حتى شي حاجة. مشى تسخر به مات، دازت عليه باردة، ما شدي ثلاث عوايد ما حتى حاجة، طلعت هبطت ما صورت حتى شي حاجة، كندخل المحاميين، كنمشي عند مسؤولين تنقول يا راجلك هو اللي فوتي، هو اللي دخل في الكاميو، انا ما عرفش راجلي كيفاش وقع لي ولا كيفاش مات. في ديك الحالة انني تواجهت الجمعيات، عائد راجلي جراو عليا من الدار، عندهم خمسة طبقات، جراو عليا من الدار، تواجهت الكرا، بداو كيساعدوني المحسنين وكيعاونوني الجمعيات. تقريبا شي 5 سنين وانا في الكرا، الدوسي ديالي كنعطي لهاد الجمعيه ونعطي لهاد الجمعيه ونعطي لهاد الجمعيه، قليل اللي كنستافد معاه. كاين شي جمعيات اللي كيديو غير الوراق وما كنعاوش نشوف وجههم، كاين اللي كيستغل الوضعيه ديالي وكيستغل الحاله ديالي، تيدي الوريقات تيخدم بيا تيسعى بيا، ما كنعاوش نشوف وجهه كاع. عام الاول في شهر 8 جاني اتصال من عند واحد السيده كتقول لي بانني راني شريت لك واحد المسكن في ميموزا في مدينه القنيطره، جيت المحكمه الابتدائيه، عطينا واحد مدة شهرين بما صلحنا لك هذيك الدار شقة بما صلحناها، وغادي نجيبوك تسكني فيها. صيفطات لي 60,000 ريال مع واحد السيد لأنه كيتكلف بهاد المكاتب، أنا كيسحب لي بارتمون هو مكتب. جيت سكنت فيه مدة عام وربع شهور، مني سكنت فيه بقيت ساكنة كنقول لهم فين هي السيدة اللي غد كتب معايا أو تبرعات بهذا البيرو أو عطا شي حد الفلوس للمحسنين، أنا ما عرفتش، أنا ساكنة وصافي. حدي عرفت غير السيد اللي عطاني السوارت ديال البيرو وقال لي رحنا لصقنا لك واحد الكوزينة كومبلي، الحيط ها أنت عندك الدوش. قلت لي واش أنا غنبقى ساكنة بلا وثائق بلا حتى شي حاجة؟ واحد النهار يجي يقول لي شي واحد خرجي، قال لي ما تخافيش راه مشري لك، راه الناس غيجيو من برا ويتكاتبوا معاك. هادي شي شهر جا عندي قال لي خصك تخرجي من هاد البيرو راه حقاش تباع. قلت له انا ما يمكنش غيتباع وانا عاطي الوريقات ديالي للجمعيه، انا الجمعيه اللي سكنتني الجمعيه هي اللي غتخرجني. قلت له سيدي تواجهوا الوكيل الملك، ولا كنت عندي شي غلط او في شي مشكل وباش ما حكم عليا المخزن بالافراغ او خرجي مرحبا، لان دارت لي الاشاعات بانني شراو لي المحسنين، وكاين شي جمعيات اللي ساقوا الخبر ان شراو لي المحسنين وسكنت في ميموزا على بالهم راني وليت لاباس عليا او شي حاجه، وانا راه كاين حتى شي حاجه من داك الشيء، والسكن ما هوش ديالي. حتى جاتني واحد الورقه من عند واحد السيد كيطالب انني مول الشركه كذا كذا، انا راني كنطالب بالافراغ، انك كنعطيك مده 14 يوم الا ما خرجتيش بانك دخلتي البيرو ديالي وسكنتي فيه بلا قانون بلا وثائق بلا حتى شي حاجه، لانني في هذاك الوقت انا اللي كنت كنطالب بالوثائق. كنسول مشيت لدار لاراك كنسول على ورقه الضو باسم من، كنلقى الموضوع كيجيني الانذار مجموعه فيه 100,000 ريال و 10,000 ريال باسم مول الشركه. من بعد جيت انا بديت كنبحث وكنسول على النوطير، كيقول لي راه هذاك البيرو راه ماشي سميت شركه، راه سميت مرا وراجلها في طنجه. انا ما عرفتش التخربيق اللي طحت فيه، دابا انا بين يد الناس، يعني دخلوا فيه بزاف ديال الناس، كيجيوني مكالمات مع بزاف ديال الناس، كاين شي وحدين اللي هما عندهم اختصاص بهذه الجمعيه كيقول لي خصك تخرجي من تما راه الكلام موجود. وانا دابا كنطلب من المحسنين انهم يعاونوني لحقاش انا تظلمت بزاف في حياتي، عشت الظلم لان الكسيده ديال راجلي مات ما خطاونيش حقي، ولاو كيستغلوني عباد الله بزاف. دونك ملي تلاحيت ان دابا سكنوني في بيرو وانا كيسحب لي راه بارطمون، ودابا الله ينصر سيدنا انه يوقف هاد المشاكل وهاد الشيء هذا، راه الظلم بزاف. وانا عندي ثلاثه الايتام وكيقولوا لي خرجي وانا ما عندي فين نمشي، ما عنديش عائلتي على قد الحال، ما عندهمش، والده مريضه، خوتي ما عندهمش، انا ما عنديش، وزعما لا حول ولا قوه الا بالله. انا تنطالب بالمحسنين يعاونوني ويوقفوا معايا في وجه اليتامى ويشريوا لي شي محل اللي يكون ديالي نموت فيه ونكبر فيه ولادي. انا ما بغيتش نبقى ساكنه ومهده بشي حاجه اللي هي هيش ديالي، ويطالب من مرشي انه هذا السيد اللي عاطيني هذا المكتب يجي عندي ويواجهني ويقول لي كيفاش وعلاش ونعرف الحقيقه ديال هذا المكتب اللي انا ساكنه فيه. الله يجازيكم بخير. انا دايره النيه ودايره الثقه لانني ارمله ما عنديش اي واحد كيقول لي اعطيني الوثائق انا نوقف معاك، تندير النيه كنعطيه، لان محتاجه للمساعده ومحتاجه للدعم، ما عنديش غالب الله، ما عنديش كيفاش ندير نخدم، ولادي باقا صغير وراين، ما عنديش
البنيه الصغيره عندها 11 عام ووليد عنده 7 سنين وواحد عنده 5 سنين، يعني راه معقل عليا حتى واحد وما تعطيني حتى شي واحد من غير الله، من غير الله الا خرجت من هذا المسكن ما عنديش. رسالتي للمحسنين الله يجازيكم بخير والله يرحم الوالدين. انا راه عييت من الظلم وعييت من السكن، هذا السكن اللي كما كتسمعوني بانني انا يراني الناس باغين يخرجوني من هذا السكن، وانا راه ما عنديش فين نسكن ما عنديش فين نمشي، وانا باغا قبر الحياه فين نكبر ولادي حتى نموت. انا هادشي اللي كنطالب به، كنطالب به من اجل اليتامى انني نربيهم في اطمئنان ونكون مرتاحه، ما يكونش عليا الضغط، ما يكونش نكون ساكنه في ديور الناس وانني مهدده. انا بغيت شي حاجه، كنطالب المحسنين يعاونوني، والله ينصر سيدنا والله ينصر الشعب والله يرحم الوالدين. راه الرقم ديالي على شوف تي في، اللي بغاني يتصل بيا وممكن يشوف الحاله ديالي مباشره، ممكن يشوف الوريقات ديالي، ممكن يجي عندي يشوف ويسمع داكشي اللي كنقولوا دابا في شوف تي في. الله يجازيكم بخير. الرقم ديالي ديال التليفون ديالي، انا عندي غير تليفون عادي، اللي بغى يتصل بيا ويشوف الحاله ديالي عندي 0707 35 24 34. الله يجازيكم بخير.